مبروك والف الف مبروك للترجي هذه التونسي، الترجي بطل تونس للمره 25 وللمره الرابعه على التوالي والثانيه ايضا على التوالي لنبيل معلول. الموسم القادم الترجي والبنزرتي والافريقي في المجموعه الاولى، النجم ونادي صفاقس والملعب التونسي في المجموعه الثانيه ايضا في حصه الليله. في كره اليد الترجي واصل ترتيب طليعه تصدر طليعه ترتيب الجوله الخامسه، وفي كره السله الافريقي يفوز بقمه هذه الجوله ضد الاتحاد الرياضي المناسيري. ومره اخرى مبروك والف الف مبروك للترجي هذا التونسي بتتويجه بهذا اللقب، البطوله الجديده في نسختها الجديده وفي شكلها الجديد. هيثم مبروك لاحباء ترجي ومبروك لك انت، مبروك ترجي الكل. مبروك كل على ترجي، نسلم على السادة المشاهدين. وترجي لقب رقم 25 في تاريخه والمره الرابعه على التوالي. فريق هو الان معناتها حتى في فريق متصدر، معناتها فايز بربيه الابطال الافريقيه ومترشح للدور النصف النهائي. مبروك للعائله الترجيه الكل. عجبتك البطوله الجديده السنه ولا؟ اي مش غايبه شباب. مخير نسر سيد ايش قولك؟ احنا استانسنا بالسد واحد معناتها، لكن احنا اجتهد السيد عملها معناتها حلوه في اخر الامر حلوه مش غايبة. لكن اكيد برشا من حبايب الترجي ما عجبهمش الشكل نتاع البطوله الجديده، لان صراحه فقدت الرونق نتاع النسر وهيبه النسر وهيبه السيد ايضا اللي كانوا في حديقه الترجي التونسي. اكيد برشا من المشاهدين يتساءلوا علاش ما فما حتى واحد من مسيري الترجي او من لاعبي الترجي هذه. هذا توجه حتى كان شفتوا فرحه لاعبي الترجي ما كانتش فرحه كبيره برشا بعد التتويج باللقب. الاكيد مازال فما حيدات في هيئه الترجي التونسي ترحما على روح الفقيد خوسي حمدي المدب اللي مره اخرى ربي يرحمه. نفهموا عائله الترجي ونفهموا اداره الترجي هذه التونسي، حتى الافراح ما كانتش كيف العاده، ما كانتش في باب السويقه، ما كانتش في حديقه الترجي. ايضا بعد نهايه المباراه يوم امس وبعد تاكد الترجي رسميا من الفوز بلقب البطوله كانت الافراح معتدله. فما الموت وايضا في انتظار كونه الاسبوع القادم فما دور نصف نهائي رابطه الابطال الافريقيه. كامل محيط الفريق كان متاثر بفقدان شقيق سي حمدي رئيس الجمعيه، وهذا معناتها كان باين على معناتها كل محيط فريق، وكذلك الاذهان متوجهه كانت نحو النصف النهائي اللي هو معناتها مهم برشا. هو اللي صار ايضا هيثم كانوا في اجتماع مصغر بين هيئه الترجي كلهم اقروا معناتها، وهذا ما اكده السيد رياض بن نور، احتراما لشخص السيد حمدي المدب وتقديرا معناتها لشخص السيد حمدي المدب والحاله اللي قاعد يمر بها سي حمدي المدب، تاثرا على روح الفقيد قروا كلهم واكدوا معناها، وهذا تضامن معاهم مع رئيس النادي ومع معناتها الكل ما قام به سي حمدي المدب من اجل الترجي التونسي في رد جميل وفي كلمه اعتراف من هيئه الترجي، ان كان مدربين ولا اطار فني ولا اطار طبي ولا اللاعبين ايضا. حتى يوسف المساكني كان باش يكون حاضر في اخر اللحظات، اعتذروا واكدوا قال هيثم صحيح هو متضامن مع بقيه العناصر الكل. يقول هذا اضعف الايمان معناتها صراحه، الراجل معناتها كان قريب برشا من اللاعبيه، قريب برشا معناتها من الفريق، وذولي معناتها الاضافه نتاعو في الفريق في الموسم الاخر معناتها باينه وجليه، ونجاحات الترجي معناتها عنده فيها اسم كبيره برشا، وقوه الترجي هي في الاتحاد نتاعهم وفي خاصة تبدا كلمة واحدة في هيئة الترجي كما قلت، من إطار فني وإطار إداري وإطار طبي كلهم أجمعوا على كلمة واحدة، وكونهم مع التضامن مع السيد حمدي المدب وفي اعتراف للسيد حمدي المدب وفي موازرة ليه موازرة للسيد حمدي المدب، كونهم قروا الاحتفالات نتاعهم ما تكونش على بلاتوات التلفزة وخيروا معناتها التصاريح وكل باش تكون بعد العودة من مباراة مازيمبي. لكن على طريقتنا الخاصة أكيد احتفالات جماهير الترجي الأخرى أكيد فرحت باللقب، ومن حق الترجي باش تفرح باللقب ال 25 في تاريخ النادي. على طريقتنا كليب خاص اهداء من قناه حنا بعل ومن كامل قسم الرياضه لاحباء الترجي ولهيئه الترجي التونسي. مبروك اللقب ال 25 للترجي. فرحان ومانيش فرحان يا معلم العالم عليك يتكلم يا معلم العالم عليك يتكلم والغير يشترش ويفلم على بالكش تجاوبه
خدمنا ونشكر اللاعبين الكل والمر نبيل معلول وستاف الكل اللي خدموا خدمة جبارة تنجم تقول خاطر فيها برشا تعب. نستحوذوا على كل الألقاب هذوك ماهم سهلين صحيح يلزمهم برشا خدمه وتوا كان باش نخليو الجمعيه ونحبوا الترجي ديما معناتها في الألقاب هذوما يلزم نخدموا اكثر. كانت هذه تحية منا للترجي التونسي بعد تتويجه بالبطولة رقم 25 والرابعة على التوالي. صراحة تصريح سعيد حمدي المدب هايثم قال يا أخي وقتاش قلت له هذاك تصريح الموسم الفارط بعد تتويج برابطة الأبطال الكلام تقريبا يقعد يتجدد ويقعد يتماشى مع كل فتره تعيشها الترجي التونسي. هذول درايه كبيره برشا بشان الفريق هيثم. اكيد وترجي هيثم على ابواب الاحتفال بالمئويه ان شاء الله كان حياتنا الموت 2019 وثم معناتها كوميتي دو ريفليكسيون في الترجي قاعد يقوم بعمل كبير وجبار وينحضروا معناتها في الاسيونس هذيا معناتها في افاق 2019 والترجي عليه ان معناتها صحيح معناتها الالقاب محليه مهمه برشا والترجي تعود تسرب الالقاب المحليه لكن كذلك الالقاب الافريقيه والمشاركه في كاس العالم في موسم مفارط كانت ايجابيه للترجي وان شاء الله الترجي السنه هو مصر كره قدم تونسيه في الدور نصف النهائي لرابطه ابطال افريقيا ان شاء الله يعاود ينتصر بكاس الافريقيه هذيا ووسع نفس ما قدر الشيونس هذيا نتاع المئويه مهمه برشا والترجي يطمح الى ان يقعد في معناتها على هرم في افريقيا. اكيد بالنسبه للاغنيه اللي كنتوا سمعتوها في الحقيقه زوز اغاني هما ترجي معذبهم وبطوله ورا بطوله هما للملحن والفنان اللي كان لحن وغنى هو مصطفى الدلاجي في البوم نزله خصيصا معناها باسم تتويج الترجي التونسي ببطوله هذا الموسم. كنا مررنا منه حصريا معناها خاصه الاغنيه الثانيه بطوله ولا بطوله لانه تقريبا ترجي معذبهم كانت خرجت شويه على الفيسبوك كانوا سمعوها احباء الترجي التونسي لكن مازال البوم كبير والبوم جديد خاصه باش ينزل في الحكايه هذه وان شاء الله باش يكون حتى للترجي بعد تتويجه برابطه الابطال الافريقيه. هيثم الترجي البارح ما انهاش البطوله كما يلزم خاصة أحباء ترجي ما استناوش الهزيمة الكبيرة اللي كانت 3-1 ضد الملعب التونسي.
ترجي نجم نقولوا لعب النار، ولو كان نادي البنزرتي كان فاز في المرسى ومشى من بعد لابير، ولو انهم هما قالوا مع هيئه النادي البنزرتي قالت كانت باركه للترجي التونسي واكدوا كانوا ماهوش يقوموا بعمليه الاستئناف معناها في قرار الرابطه، كانت البارح تكون حاجة أخرى وتكون وضعية أخرى، كنا ما نجموش نتأكدوا رسميا كان اللقب هذا ما كانش نجم يكون هوني، خاصة أنه كونوا الجامعة ما كانش في تسلموا في حالة كونوا الترجي ينهزم والنادي هذا البنزرتي يفوز. صحيح نوعا ما الهزيمة نتاع البارح نقصت بعض الشيء معناتها فرحة الترجيين، لكن أنا أشوف اللي بعض ما مفهوم الوضع اللي تحطوا فيه الملعبية في مقابلة البارح. معناتها نهار الأربعاء ضمنوا منطقيا الفوز بلقب البطولة، وصارت نوعا ما معناتها حتى في على مستوى الاعلام على مستوى الكون هنيو ترجي بالبطوله لا ما هنيناش الاسبوع الفارط قلنا في انتظار كونه نعرف بان بطوله الموسم السنه تلعبت برشا على الاوراق معناها ابار معناتها شنو تلعب على الميادين هذول اللي وقع الحسم فيها كونه معناتها نادي بنزرتي ما قاش قبول الاثاره نتاعو معناتها وذاك علاش كانت الوضع صعيب حتى على مستوى الاطار الفني يظهر لي كان التفكير في اعفاء بعض اللاعبين البارح من المقابله وعطاهم نوعا ما من الراحه قبل ليشيونس نتاع نصف النهائي. لكن من هنا تنشوفوا بعد صور ما نقصوش من استحقاق الملعب التونسي اللي قدم مباراه ممتازه. هم نمشيو نشاهدوا مباراه الملعب التونسي وترجي التونسي وانتصار الملعب التونسي 3-1، مباراه كانت حاضره فيها زميلتنا نعيم الساسي وزميلنا ميل الساسي. بعد اطمئنانه على نتيجه ديربي العاصمه امام الافريقي وسط الاسبوع وحصوله على بطوله هالموسم قبل جوله من نهايته، الترجي لاقي غريم اخر من العاصمه الا وهو الملعب التونسي اللي ضمن بقائه في الرابطه الاولى منذ مواجهته لنادي حمام الانف. البقلاوه دون ضغوطات يسعى لانهاء موسمه بامتياز امام منافس من الحجم الثقيل والترجي لطمأنة الانصار بل مواجهه القوي مازمبي. كلاسيكو العاصمة بين الترجي والبقلاوة ما عرفش مستوى فني كبير خاصة في الشوط الأول، وأول فرصة تستحق الذكر في هالفترة كانت بعد 30 دقيقة لعب بعد قذفة لولبية من الكاميروني يانيك نيانغ اللي كاد يغلط بها الحارس جاسم الخلوفي اللي كان متقدم. رد الملعب التونسي كان عن طريق أسامة السلامي اللي خرج وجه لوجه مع بن شريفية، لكن حارس الترجي كان في الموعد. 4 دقائق على نهاية الفترة الأولى تماس طويل من مروان تاج، وليد الهيشي رجع الكرة أمام أوروك اللي سدد بغالط حارس الترجي ويمضي على أولى أهداف اللقاء. ب 45 دقيقة ثانية ارتفع فيها نسق نسبيا، وبعد 15 دقيقة كاد الترجي عادل النتيجة بعد هوفة من الحارس جاسم الخلوفي، لكن الدفاع كان في الموعد في 3 مناسبات. دقيقتين بعد مايسترو فريق البقلاوة أسامة السلامي كاد يضعف نتيجة، لكن كورته على القائم اليسار للحارس معز بن شريفية. عرج المباراة كان بعد إقصاء لاعب الترجي يوسف المساكني اللي تفوه بكلام بذيء تجاه الحكم مراد بن حمزة. ودقيقة بعد إقصاء المساكني تمكن البديل هيثم بن سالم اللي دخل مكان أوروك اللي تعرض للإصابة من تضعيف النتيجة بطريقة جميلة. الملعب التونسي يواصل ضغطه، محمد بن عمار يتوغل من جهة اليمين يوزع والإيفواري كواسي مارسيال برأسية ويضيف الهدف الثالث. الهدف الوحيد للترجي جاء في الدقيقة 93 عن طريق وليد الهيشري بعد امداد طويل من مجد التراوي، بعدها يصفر الحكم مباشرة نهاية اللقاء بفوز الملعب التونسي ب3 أهداف لهدف أمام بطل تونس في هالموسم. هزيمة بثلاثية أمام البقلاوة إن شاء الله ما تأثرش على الترجي في تنقله إلى لوبومباتشي في إطار نصف نهائي الشامبيونز ليج الإفريقي، فبالتوفيق لممثلنا في هالمسابقة.
وي ار ذا تشامبيون. مبروك مره اخرى للترجي الرياضي التونسي هايثم. نمشي مباشره للمباراه وبرشا تساؤلات خاصه حول الاخطاء الفنيه. برشا قالوا نبيل معلوك فاش يلعب 3 5 2 3 5 2 انت تو نحكيو. قلت لي لا مش هذاك اللي صار. شنو اللي صار بالضبط باش الترجي انهار معناها الانهيار هذاك كله ينهزم بالطريقه هذيك الملعب التونسي؟ والله الانهيار معناتها مفهوم. يقول لي ثم منافس مقابل الترجي. كره القدم لعبه تلعب ادو معناتها ثم منافس مقابلك. نهار اللي تبدا ماكش حاضر معرض انك تتعرض للهزيمه، وذا شفناه حتى ضد الاولمبي البيجي البارح. كان الملعب التونسي حاضر مقابلته معناتها ديسيدي انتشار المحكم فوق الميدان. في المقابل فريق الترجي الرياضي معناتها كان ذهنيا معناتها مش حاضر، وذاك علاش معناتها انعكس على مردود اللاعبين اللي كان البارح خارج الموضوع. وذا معناتها نسبيا مفهوم. يظهر حتى التفكير في وصل بإطار الفني كان حتى في وسط التمارين كان يمكن تفكير ماشي لراحة عفا بعض اللاعبين المشارك وعطاهم قسط من الراحة. لكن يظهر في آخر الأمر نبيل خير عمل اختيار آخر وخمم يمكن يعطي يمكن شانس باش يهبط الفريق اللي يمكن أنه يفكر نبيل يواجه به فريق مازمي في النصف النهائي. معناتها تتصور بالطريقة هذيك من نبيل كان ينجم معناتها باش يخمم باش يواجه مازمبي في لوبومباتشي معناها بالتركيبة الدفاعية هذيك وبالوسط الميدان هذيك. هو حر في اختياراته يظهر لي البارح هو. لكن أنا نأكد لك اللي ماهوش كيما حسب الأيام ماهوش 3 5 2 معناتها كيما الداول معناتها خاطر شنو اللي صار؟ معناتها مش فماش اثنين احنا القدام فما كان يافي كيون يانغ القدام فماش اثنين. أنا يظهر لي معناتها ثلاثة مدافعين صحيح في المحور وكانوا معناتها حسب رأي تنقلاتهم جد معناتها صحيحة، لكن كانوا ستة في الوسط مش خمسة. ونبيل كان ديما يعطي في لي كونسيني للخليل شمام والأفول باش يكونوا على مستوى وسط الميدان ما يكونوش على مستوى الخط الخلفي للترجي. لكن كما قلت لك ذهنيا الترجي ما كانش حاضر ونعرفوا ذهنيا معناتها سيلو مونتال معناتها كي ما يكونش موجود الاوامر تجي من غاديك وتعطي واللاعبين ما كانوش معناتها حاضرين باش يتنقلوا كانوا يتنقلوا ببطء كثير كبير برشا. في المقابل ثم منافس والملعب التونسي اللي كما قلت لك كان حاضر وقلق برشا فريق الترجي الرياضي. كانوا عازمين لاعبين الملعب التونسي باش ينهيوا الموسم نتاعهم معناتها بطريقه متميزه وكان لهم هذا صراحه. ثلاث اهداف معناتها كان الحارس معز بن شريفيه كان تصدى لبعض الكور الاخرين كانت النتيجه تكون اثقل. دونك فما برشا باش معناتها ما نحذفوش الاستحقاق نتاع غازي الغرايري علاش ما يكونش غازي الغرايري المطمح نتاعه هو المركز السابع وعاد العوده كما يلزم للترجي وعرف نقاط ضعف الترجي هذه التونسي وحضر مباراته كما يلزم. هذا ايش قلنا تو في جانب الملعب التونسي هذا معناتها شفناه البارح وكان فريق معناتها محكم الانتشار فوق الميدان ولعب اورو كذا معناتها انتداب بذول معناتها باش يعطي اضافه للملعب التونسي عطاها عمق للملعب التونسي في التنشيط الهجومي. نحن شفنا الملعب التونسي على مدى الموسم هذا كان هذا اللي ينقص وكان يلعب برشا بالعرض فريق الملعب التونسي. شفنا معناتها لعب وراه كذا حتى لعب هيثم بن سالم زاد كذلك يظل معناتها باش يقدم اضافه منذ الوهله الاولى في دخوله كان 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 حاسم هيثم بن سالم. لكن في المقابل الترجي ما كانش البارح في يومه ما قامش معناتها ما كانش معناتها ما في التنشيط الهجومي ما قامش ما قامش حتى براتيكمون حتى عمليه معناتها منسقه حتى عمليه اختياره باش يقلق الملعب التونسي. وهذا ما تترجم ايضا حتى في الحركه اللي كان قام بها يوسف المساكني اللي كانت تجاه الحكم ما نعرفش الحركه بتاع الورقه الحمراء ليوسف المساكني كان نجموا نشاهدوها كريم. يظهر لي تترجم برشا حاجات اللي ترجي ذهنيا ما كانش موجود على ارضيه الميدان هاي وين الاطار الفني كان خارج الموضوع. يظهر لي انا حسب رايي الجوار تاع الاسبرونسون اسي ريسبونسابل ان شاء الله معناتها من الهزيمه نتاع البارح يعاودوا يدخلوا معناتها في تحضير الفريق نصف نهائي من البارح ويستمدوا معناتها بالعكس معناتها هذه التبعات تنجم تعطيهم معناتها دفع معهم عويز يستغل الاطار الفني باش يحاول يلونتير لو ماكسيموم معناتها منها ويحاول يروموتيف لي جوار نتاعو. وانا نعرف اللي الملاعبيه معناتها يوسف المساكني البارح كان على مدى معناتها السنوات الاخيره يوسف المساكني البارح كان حرم نفسه من تتويج بلقب الهدافين لانه كان لكن ما وقعش معناتها عطاوش اللقب البارح لكن هو معناتها هو احسن هداف في بطوله يعني الروح الرياضيه حرمته من كونه يحمل خاصة كانوا هو اخر مباراه
في بطولة يتحكم في بطولة دمه معناتها أكثر. من المنتظر كون باش تكون آخر مباراة في بطولة التونسية مع يوسف المساكني؟ لا يوسف انتقل في جانفي 2016 معناتها حتى كان ياخذ معناتها يظل عنده من حتى ديسمبر لازم يشارك مع الترجي بعد ما استوفى العقوبة نتاعو. نمشيو مباشرة لتصريحات لاعبي الترجي التونسي. نمشيو مباشرة للتصريحات اللي أنا كانت مانيش حاضرة في البوند، يقولوا لي توا حاضرة هذه التصريحات لاعبي الترجي التونسي خاصة بعد تتويجهم بلقب البطولة 25 يوم أمس في ملعب راتس. For this match, you won this match before you play it. Well, I think first and foremost you have to give thanks to God Almighty, also to the fans of Esperance, because they've been there for us, they've been cheering us up. You know, this match is I can't talk really much about it. Everything happens in football, so if this has happened, we just have to take it in good faith. We are the champions and nothing more. So we have to let this go and think about the future. Yeah, for Hanin. ما نقص حتى شيء من البطوله اللي هزيناها، هزيناها استحقاق. نجم نشوفوا الفارق ما بينات الترجي والفرق اللي لعبنا لهم الكل. اكيد المقابله هذه ذهنيا ما كناش محضرين كما يلزم، بويسك اللي كنا متاكدين من البطوله من الماتش ضد النادي الافريقي. لعبنا ماتش باش نلعبوا ماتش وكهوا، ما عارفين اللي شامبيونو فات وكل شيء كما قلت لك وزيد عليه الخبر الموسف. دونك تعديت في كنف معناتها في اجواء يعني شفتها كيفاش اجواء يعني عاديه للغايه. Ils sont utilisés, ils ont démontré plus d'envie que nous. Le plus important aujourd'hui c'est qu'on est champion et c'est ça qu'on retient, on se concentre pour le prochain match. لعبنا مرتاحين اليوم، ما فوقناش ستريس. الحمد لله الشامبيونه وهزيناها وفرحنا بها ماتش الكلوب. صحيح ربحتوا الشامبيونه لكن في المخ كانت تظهر مربوحه قبل الماتش هذا. نجموا كيما نقولوا برشا مراجعه بعد الماتش هذا. صدقني معناتها شويه من الجوارات شويه من الفيديراسيون، معناتها في بالنا ربحنا ماتش الدربي صحيح هزينا الشامبيونه، فما جوارات خذت راحه، معناتها ما تحملوش مسؤوليه كلها جوارات، مي هذا ما يمنعش يلزمنا نرجعوا احنا خاطر مقابله اليوم للنسيان للجوارات الكل اولهم انا. ماتش تخسر وتتعلم منه برشا حاجات، نجم تخرج منه نجم تصلح به روحك زاده، اما ماتش اليوم نتاع ستاتيونيزا كما الناس كل شافت، ممكن حابين ان المدرب حاب يجرب به تكتيك معين اللي ممكن نستحقوا باش نلعبوا كيكا في المقابلات الجايين سورتو نتاع الشامبيونز ليغ. مخخنا من بعد ماتش الكلوب شامبيون فهمت شنو اللي صار و كونسيرون الماتش هذا صعيب برشا باش تلعب ماتش وانت ماكش حاضر في مخك، دونك سورتو من بعد برشا ماتشات ستريس صاروا لاشمون بعد ماتش الكلوب يصير تواخر من يصير جمعة جاية. قدرة ربي إن شاء الله يكون كف باهي قبل مقابلة مازنبي، وديما معناتها ديما من بعد خسارة فما رياكسيون باهي إن شاء الله تكون في مازنبي. احنا هبطنا ديكونسونتري وحاطين في مخاخنا اللي عندنا ماتش امبورتون نتاع مازنبي، دونك المخاخ الكل توجهت الماتش مازنبي ونسينا الماتش هذا خاطر في بالنا شامبيون. هذاك اللي خلى اليوم معناتها الجمعية ما تمشيش وخلينا نقبلوا أهداف بطريقة هذيك. إن شاء الله نراجعوا روحنا وتشوفوا الترجي الرياضي مع مازنبي ان شاء الله كالعاده وفي احسن حالاته. ماتش مازنبي وماتش هذا مش يكون كيف ماكش تلقى نفس لونفي، ماكش تلقى نفس الروح، عارفين على شنو قادمين وقلت ربي باش نروحوا بنتيجه ايجابيه من غادي. سي با باسكو انا بيردي 3-1 كي سي كوم سا كون واجي كونت مازنبي، سي توت ان اوتر ماتش، فو ريان شانجي، فو جي شانجي ليتا ديسبري. فقط يجب تغيير العقلية، هذا ما قاله يانيك جانك لاعب الترجي. ذولي حتى منعرفش حتى بالنسبة لجماهير الترجي أكيد مباراة ما يوش تكون كيف هذا. أكيد هذا قدر لاعبي الترجي يعرفوا معناتها اللي مستنين في أي مباراة، معناتها الناس تلعب كونترهم تري موتيفي حتى ولا شمو ميز موسير، لكن سبحان الله معناتها الأذهان ساعات معناتها تتعب. الموسم طويل برشا للاعبي الترجي تري سوليسيتي حتى في الوقت التاق في البطولة لاعبي الترجي يكونوا سوليستين من طرف المنتخب. البارح هذا كان بين العيان معناتها ذهنيه الترجي ماهوش حاضر، لكن ان شاء الله نكون احنا عسى
الانسان تكره شيء ما خير لكم. ان شاء الله الترجي يستفيد من مقابله من هزيمه البارح ويدخل معناتها في تحضير. ما تخافش خساره تجيب خساره وربح يجيب ربح. والله لا الترجي ذولي عودنا ديما يعمل رياكسيون بعد الهزائم وذولي هذه كومبيتيسيون اخرى شامبيونز ليغ معناتها باش يكون ايتا ديسبري اخر ان شاء الله. وانا معناتها ان شاء الله معناتها متاكد اللي لاعبي الترجي باش يسوقوا كيما قلت لك اسي ريسبونسابل وباش يدخلوا في تحضير مقابله مازيمبي معناتها من 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 اليوم ان شاء الله ويكونوا في المستوى ويفرحوا جماهير الترجي ان شاء الله. كيما سمعنا لاعبي الترجي مالك ساسي ونعيم ساسي ايضا استجوبوا لاعبي الملعب التونسي ورئيس الجامعه التونسيه اللي كان حاضر في ملعب رادس يوم امس. كنا ما كانش باش توصل معنا مش باش تجي الرسمي على درين الميوت جات الرسمي وسلمتوها لاسبيرونس. بشير احنا كومينيكي عملناه واضح المعالم اذا كان الكلاسمون فينال معناها يكون اكثر من ثلاث نقاط فما فوق يعني التروفي باش نعطيه للترجي الرياضي التونسي. اذا كان الفرق ما بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي من 2 نقاط فما تحت ما نعطيوش النادي الرياضي البنزرتي. وحتى وقت اللي النادي الرياضي البنزرتي صرح رسميا انه مش باش يقوم بعمليه استئناف احنا من واجبنا احترام هيئه النادي الرياضي البنزرتي وجمهور النادي الرياضي البنزرتي اذا كان مازال درجه من درجات التقاضي بالرغم لانه في القانون لا بي با سيسبونسيف ولكن مادام ثم درجه من درجات التقاضي مازالت موجوده اذا كان 2 نقاط فقط فما تحت الفرق ما بيناتهم نحترموا الجماهير الرياضيه في تونس كلها. اللي يشوف ماتش اليوم ماتش استاد ما يقولش استاد معناه وسط تلعب على المانتيان. والله شوف توا الماتش هذايا حاضرين معناتها الماتش اللي عديناه الاخراني كونتر جابس في جابس قلنا نحبوا نختتموا الشامبيونا كونتر معناتها الفريق اللي متوج توا الترجي الرياضي التونسي نحبوا نقولوا مبروك معناتها على التتويج هو فريق كبير بطبيعه الحال معناتها توا تشوف الجرينتا والعزيمه من عند الولاد الصغار يحبوا معناتها موتيفاسيون ما عندنا احنا وكل شيء باش يعديوا ماتش باهي شفتوا توا الترجي معناتها توا هز البطوله نحبوا معناتها ما تجيش معناتها باش يهز البطوله معناتها يربح من الملعب التونسي من الملعب التونسي هز ان شاء الله مبروك عليه وربح الترجي الرياضي. غلطنا في وسط العام فهمني ما نحشموش كي نقولوا غلطنا عملنا دي ديسيزيون غالطين فهمت وكاو وكاو لكن واحد يلزم يتعلم من الغلط وان شاء الله ما عادش يتعاود وكاو. ماتش اليوم ماتش اليوم انديربي انديربي كنا حاضرين خير فهمت وكاو يعني ما نكبروش الماتش برشا ما نقولوش رانا سي فري ترجي يعني شامبيون نحب ولا نكره فهمت تربح الشامبيون باهيه كل لي جون سورتو نتاع ستاد باهيه ثقه لهم هما وكاو مبروك عليهم هما البطولة ومبروك علينا الليجان اللي عندنا. الملعب التونسي يستحق مرتبة أفضل من اللي لقيته فيه. الملعب التونسي فريق كبير وفريق عريق فريق عنده لاعبين مميزين اللاعبين مشكورين لأنهم كانوا مركزين وكانوا متجاوبين مع طبيعة العمل ومع طبيعة الـ الأشياء المطلوبة منهم. نحييهم لأنهم قدموا مباراة محترمة جدا في جابس واليوم قدموا كيف كيف ضد البطل مش سهل باش تلعب ضد فريق باش يتحصل على رمز البطولة وفريق كبير كما الترجي الرياضي بتشكيلته الأساسية وتفوز عليه بالطريقة وبالأداء بالنتيجه وبالاداء. نقول انا الملعب التونسي يسحق احسن من هكا وان شاء الله هذا الانتصار تاع اليوم والترتيب اللي احرزناه في نهايه الموسم نبنيو عليه في الموسم القادم ونستخلصوا العبر. المركز السابع ب 36 نقطة ب 36 نقطة غازي الغرايري هل تعتبره نجح على الأقل في السيتواسيون اللي خذا فيها الملعب التونسي؟ والله يظل وفاء أون بوتي معناتها الملعب التونسي بدو فيكتوار كان موسم صعيب برشا لكن أنا نتصور كما قال توا غازي الغرايري الملعب التونسي عليه أن يبني على المقابلة هذه الموسم المقبل نتاعو توا مازال شهر لبداية انطلاق الموسم المقبل يظل زاد البشري متوفر عند غازي فيهم الخبرة معناتها أسامة السلامي بورهان غنام مبروك وذولي في تاج كذلك اصحاب خبره وكذلك عديد الشبان وذولي معناتها اضافه لاعبي الهجوم اللي انتدبوها مع اوروك وهيثم بن سالم وغيرهم معناتها ان شاء الله باش يكون عند غزل غرايري ان شاء الله ينطلقوا في الموسم المقبل بطريقه افضل ويكون معناتها الملعب التونسي يرجع معناتها للمراتب الاولى. ان شاء الله هذا ما تمنوه بالنسبه للملعب التونسي خاصه كون باش يكون في المجموعه الثانيه. بالنسبه للساده المشاهدين اللي كانوا ينتظروا في يوسف المساكني ونبيل معلول ورياض بن نور باش يكونوا بحثنا في البلاتو نعاود ناكد مره اخرى
بقرار من هيئة الترجي، كانوا كلهم إطار فني وإطار طبي، لاعبين، إطار إداري، الناس كل في حركة منهم متضامنين مع سيد حمدي المدرب خيره، وكانوا ما يحضروا حتى في بلاتوم تاع التلفزة، والناس الكل معناها كتعبيرا منهم بالوفاء ومساندتهم للسيد حمدي المدرب في وفاة شقيقه. يظهر لي إن شاء الله معناتها الناس يتفهمون، خاصة لأنه برشا يتسألوا علاش ما جا حتى واحد البلاتوات، علاش قلتوا باش يجي سيد نبيل معلول ويوسف المساكني وما جاش، هاو راهو معناتها اللي صار من هيئة الترجي كلهم متضامنين مع سيد حمدي المدرب، وهذا ما أكدوا حتى سيد نبيل معلول، والكل أكدوا كانوا في حركة منهم متضامنين مع سيد حمدي المدرب، مواسين لسيد حمدي المدرب، هذاك علاش يخيروا كانوا ماهوش يكونوا حتى في بلاتو، حتى الاحتفالات كانت مختصرة في أرضية ملعب رادس بالبطولة رقم 25. قبل ما نمشيو لإيهاب المساكني نجم نقولوا اللي صنع الفارق في الفترة الأخيرة في الترجي التونسي، وكيفاش عاشت معه زميلتنا نعيمة ساسي التتويج، نمشيو قبل هذا كل فاصل ثم نرجعوا بلاتو. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، دائما متواصلين في سويعة فوت بعد نهاية الموسم او بطولة هذا الموسم، موسم 2011-2012، باش نواصلوا في تغطيتنا لمباراة الملعب التونسي والترجي التونسي اللي كانت فاز فيها الملعب التونسي 3-1. لاعب في النهار هذاك كان يوم غير عادي بالنسبة لي، إيهاب المساكني كان مازال كيف اجرى عملية جراحية، كان اول لقب في تاريخ هذا اللاعب واول بطولة باش يفوز بها، ايضا اللقب هذا باش يفوز به ضد فريقه الأمة الملعب التونسي، يعني كانت عديدة نجم نقولوا عديدة التفاصيل بالنسبة للإيهاب اللي خلات النهار ماهوش عادي بالنسبة للإيهاب. ويظهر لي في الفترة الأخيرة إيهاب أكد المكانة نتاعه وجدارته بتحول الترجي. الأمة الأخيرة عاد بقوة وما تفتك مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق الترجي، نبيل معلول عطاه فرصته وأمن برشا بإمكانياته وكان معناتها حاسم في مقابلة الأخرى نتاع الترجي، لكن الإصابة لعنة الإصابة لاباس، إن شاء الله ما يطولش بعيد على الملاعب، وإن شاء الله يرجع للمجموعة ويقدم إضافة للترجي. به إيهاب المساكني في التاريخ من دارهم الرادس باش يتوج بالبطولة، حكى وفرغ قلبه مع زميلتنا نعيمة ساسي. Vers le championnat. Au championnat, il y a ma espérance. À Malagal, je suis sur le terrain, je suis sur le terrain, je suis sur le terrain. Ramz, je suis sur le championnat, au championnat, il y a. Alhamdulillah, je suis sur le دوماج. هذه جمعيتي الأم والحمد لله اللي جاء ماتش ما عندهم فيهوش رهان كبير باش نشوفوا فيه برشا كورة وباش الجوارات يلعبوا على راحتهم أكثر. خلطت مأخر في البطولة هذيا. كيفاش خلطت مأخر معناتها؟ يعني لقيناك في الأخر، علاش؟ بروتار؟ والله الحمد لله كو سوا من الاول ولا من الاخر، المهم خليت بصمه في الشامبيون هذه. ماركيت وقت اللي لازمك تماركي؟ ماركيت وقت اللي لازمني نماركي ورجعت وقت اللي لازمني نرجع. ماتشات الاخرين هما البليز امبورتون في الشامبيون، دونك الجوار لازم يكون حاضر في الاخر، هما اللي عليهم العمده. الحمد لله كل شيء تبدل عليك، ما تلمكش كنت في محيط تدخل في محيط اخر، معناتها برشا حاجات تبدل، برشا عوامل تبدل، دونك الواحد مش بالسهل بفيسع فيسع لعب برشا ماتشات، هذاك اللي خليني نستانس بشويه بشويه، بعد عاودت ارتحت، قعدت بيريود صغيره ما لعبتش، وتوا الحمد لله رجعت. عمري ما تجيني بيريود شك وعمري ما ندخل في الدوت،
خاطر نعرف شنو عندي ونعرف لي كاليتي اللي عندي. دونك ما لعبت قبل ولعبت مشيت حتى كيب ناسيونال ولعبت كونتر برشا جمعيات. دونك ما فماش علاش يجيني الشك. بيريود اي جوار يتعدى بها مش كاين انا معناتها اي جوار يدخل في بيريود خايبه. لكن في جماعه كبيره حد ما يستناك. صحيح حد ما يستناك صحيح. يوسف صعب عليك شوية المهمة؟ لا صعب صار المهمة. هو يخدم على روحه وانا نخدم على روحي. دو جوار في الاسبيرانس دونك كل واحد يخدم على روحه. هو اقدم مني يعرف يعرف خير مني الاسبيرانس دونك هو يتسمى عاوني شوية باش ندخل في صافي صافي. لي دو ماتش الاخرانيين معناها ماركيت وخديت على يوسف المشعل. حاضر باش تاخذ عليا المشعل؟ حاضر تمام. انا باش ناخذ المشعل مش كان على يوسف على برج الورد اخرين. مي كيما كنت نحكي لك قبيله جوست الوقت اللي خديت معناتها وقتي باش دخلت في الجروب وارتحت وخديت كل ما عندي. تو ما عنديش علاش باش نوخر التالي. تو وريت نيفو معين لازمني نقعد فيه ما لازمنيش انت حالي. بديت برقم 30 بدلت 10 وبعد رجعت ل 30. بون حكيت 30 و10 لبست من الاول نمر 30 وبعد خاطر ما كنتش انا كي جيت اسبيرونس ما لقيت حتى نمر لقيت كان نمر 30 دونك اوبليجي عليا باش نلبس نمر 30. بعد كي لقيت نمر 10 الامر وليت حبيت نلبس 10 كثرت الكلامات وليت قلت فك عليا باش رجعت ولبست نمر هكا. في الاخر حبيت تقول لهم اللي انت راه تستحقوا نمر 10. نستحق وما عادش ناخذ. علاش؟ خاطر كلمات وولينا معناتها يقارنوا فيا بالدراجي وهكا وهكا وعلاش وكيفاش تعطي باس بيه هو كان يعطي كيكه ودي ما تعطيش هكا. دونك واش كل واحد يلبس نمرو هكا. اكثر حاجه قعدت لك يعني في بالك الشامبيون هذه؟ اكثر حاجه خدت لي في بالي هي بزبوط بتاع الدربي بيان سور وماتش ويت اللي تعدى وبرشا ماتش ويت خاصه من بلا جمهور نبداو نلعبوا في ماتش تي وايمات ديبلاسمون ونمشيو نجيبوا تروا بوان من برا ومن داخل. دونك تعبنا بالكدا بالكدا. اول تيتر عنده طعم خاص كما قلت لك معناتها انا فرحان برشا بالتيتر هذايا اول تيتر ليا مع الترجي واول تيتر ليا في حياتي دونك اوتوماتيكمون باش نكون فرحان. كي عملت جيست ما كنتش باش قاصد معناتها باش نعملها جيست عملت ومن بعد ما كملتهاش هكا تشوفوها سيكونس ما كملتهاش جيست. اون بليس في طلبت سماح من جمهور النادي الافريقي وصفق لي جمهور سور تيران ديجا صورتوها انتوما طلبت منهم السماح سور تيران. بون عاقبوني هذيك غلطت لازمني نتعاقب وكاهو غلطت. الجماهير الترجي شنو تقول لهم؟ صحيح قاعدين يستناو مني برشا دونك نوعدهم بالخير نوعدهم باش يراو وجه جديد من يابلو مساكني ان شاء الله يكونوا واقفين معايا وان شاء الله يعاونوني ان شاء الله.
كان هذا إيهاب المساكني مع زميلتنا نعيمة ساسي، والصور الفوتوغرافية كانت لزميلنا حسني المنوبي. إيش قولك في اللي قالوا إيهاب هيدا؟ والله تادي سبري بايز تتلبس سميح من العجز اللي عملها والحاجة الساعة إن شاء الله ربي يشفيه. الكرة تو عنده إيهاب معناتها يثول هذا الساعة تلبس سميح البرشا مشكين اللي شكوا برشا واللي حتى قالوا كيفاش وعلاش نعديه في الحركة بتاع إيهاب. كنا أول عباد ما تعدينا كنا وأكدنا كانوا راهو الملاعب الكل والنوادي الكل هنا راهم كلهم سواسية كيف كيف هكا كيما تعاقب هذاك تعاقب هذاك كيما تعاقب هذاك. وهنا تحية برافو لإيهاب المساكني على ردة الفعل نتاعو وقت اللي اتصلنا به اتصلت به نعيمة ساسي معناتها ما رفضش ما قالش لا أنتم كنتوا سبب باش تعاقبت ولا حاجة. وأكبر دليل هو التصريح نتاعو يأكد معناها وإلا رياجي معناتها على التيران بيدو مش الجماهير الفريق اللي كانت القليل منها كان موجود في الملعب وطلب منهم سماح. حبيت نقول بما يخص إيهاب تو الكرة عنده هو معناتها كما قال هو خذا وقته في الترجي. الترجي انتدبوا لأنه عنده فيه ثقة يظل ورا وجهه متميز في الملعب التونسي. وكانش حتى نجم يعوض يوسف المساكني كوقت يخرج والله سيبا لو ميم ريجيستر يوسف نجم يعوض الدراجي. لكن نتصور هكا نتصور المكان هذاك نجم معناتها الشاغل هذاك نجم هو يكون معناتها اللاعب اللي يلعب في المكان هذاك رغم اللي نجم يلعب على زاد. لكن كما قلت هو تدبو ترجي لانه عنده فيه ثقه خذا وقته. تو انا قلت في فتره معناتها يلزم نحي الحشمه هذا صحيح معناتها يظل يلزم ياخذ انستيف اكثر نتاع لعب وهذا ما قام به في المقابله الاخر. نبيل معلول يظل امن به كملاعب وعارف اللي معناتها باش يقدم اضافه اعطاه فرصته هو كان في المستوى يظل تو الكره عنده مره اخرى وعليه كان ياكد المستوى اللي وراه هذا وعليه ان يزيد يخدم ويركز ويقعد منتظم في مردوده. باهي هكا نوصلوا الى نهايه تغطيتنا لمباراه الترجي وتتويجه بالبطوله. اكيد الناس كل فهمتوا كانوا ماهيش تكون فما سهريه خاصه باللقب بالنسبه للترجي التونسي او سهريه الحدث مثل ما تعودنا به لانه الترجي يعتبر التتويجات المحليه معناتها امر عادي. المهم هو التتويج ببطوله افريقيا بعد بطوله افريقيا وربيت الابطال الافريقيه. ان شاء الله الترجي باش تكون فما سهريه خاصه بالترجي التونسي. مره اخرى مبروك للترجي البطوله رقم 25 والرابعه على التوالي. نمشيوا للمباراه.